اهلا ومرحبا معاكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. في واحد من المتابعين يقول انه هو عنده مشكلة لما يسجل الاصوات في الريجستريشن تختفي الاصوات، بس انا اشوف عادي يعني طريقة الريجستريشن مثلا هي سهلة سهلة، تضغط على الفريز او بدون الفريز طبعا عشان يكون الايقاع ثابت عليهم كلهم، بدون الفريز الايقاع ما يضبط على الاصوات كلها يختلف، مجرد ما تضغط فريز يكون الايقاع ماشي، كل ما يعني تدق اي صوت مختلف نفس الايقاع، لكن بدون فريز الصوت يختلف بس بيختلف مع الايقاع اللي انت تحطه مع الصوت. على العموم يعني انا الحين بسيف جدا، بحط في ممري رقم واحد عود بسيفه، هذا عود، وهذا عندي رقم اثنين بحط مثلا البيانو، سيفت البيانو. رقم ثلاثة بحط مثلا السينثسايزر اي صوت، سيفته. هذو ما مرة ثانية أرد عود و بيانو والصوت اللي أنا سجلته، بس أنا ما أعرف وشو يعني المشكلة اللي عنده، ما تختفي الأصوات، بالعكس تسيفهم من ثمانية وتقدر تعملهم كذلك بانج وتسجلهم عادي، يعني ما يختفي الصوت عندك على حسب الأصوات اللي أنت مسجلينها. رقم أربعة بحط جيتار، اسيف نفس الطريقة، ميموري اتم ضاغط على الميموري واسيف. يمكن انت ما عندك هالملاحظة، تضغط على الميموري ضغطة طويلة وما تشله وتسيف، لاحظ معي الحين. رقم ثلاثة اربعة يعني ما في اي ما يختفن الاصوات من الريجستريشن اللي انت مسوينه، حتى لو بنت الكيبورد وشغلت بيكونون موجودين في الريجستريشن، ما يختفون ولا ينحذفون. هاي الطريقة تسييف الأصوات في الريجستريشن مومري سهل، تختار الصوت مومري مع الرقم اللي انت تباه ويتسيف على طول، حتى بالديلي يتسيف. بعد تبغي صوتين بحط لك في رقم خمسة صوتين، بحط مثلا بيانو مع جيتار وبسيف نفس الطريقة، موجودين. ها هذا اعتقد اني قدرت انا اني ارد على الاخ اللي سألني عندي الاصوات فيها مشكلة، ويا ليت هو يوضح لي اكثر شو اللي هو بعد يعني اذا ما وصل يعني يوضح لي اكثر شو المشكلة اللي عنده. شكرا.